دي دعوة عامة حابين نوجهها من خلال برنامجنا اللون الأخضر لكل الأسر المصرية، روحوا استمتعوا. حتى الناس اللي ما جربتش، أنا شخصيا الحقيقة ما جربتش ولا استنى إن أنا أروح معرض الكتاب، ولكن أكيد السنة دي لازم أروح، لأنه أكيد هتبقى حاجة جديدة، أكيد هنستفيد لما نروح. الثقافة والعلم هم السلاح، زي ما الأديب قال، هم سلاح الناعم، انه نقدر نحارب بيه الارهاب. لو ربنا اولادنا على فكر مستنير وعلى ثقافه وعلى علم وعلى رؤيه سليمه، هنلاقي انه مفيش ابدا ابدا اي مجال للانحراف، حتى لو الانحراف بدرجه صغيره، لاننا متسلحين باقوى سلاح في الدنيا وهو العلم والثقافه. الخبر اللي جاي، الناس اللي عندها ارتفاع كبير في نسبة الكوليسترول، هنعمل حالا نصائح كده، هندي لحضراتكم نصائح للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. بس خلينا ناخد تفاصيل اكتر عن ارتفاع نسبة الكوليسترول. قد تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل الضغط وأمراض القلب وانسداد في الشرايين. ويؤكد خبراء التغذية أنه لابد من الإكثار من تناول التفاح، حيث أنه يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن تناول الجزر وفول الصويا يساعد في تكسير الكوليسترول وأيضا يحد من ارتفاعه في الدم، كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالثوم والبصل، حيث أن هذه الأطعمة بتساعد في الحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول. محدش يقول لي بقى ثوم وبصل ريحة، مش مهم، في حاجات جميلة كده مفروض اننا ناكلها عشان نتمتع بالقيمة الغذائية الخاصة بها. خلينا كمان ناخد تفاصيل اكتر من دكتور هدى الجزيري، اخصائي تغذية علاجية تغذية بالمعهد القومي للتغذية. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، عندنا نسبة كبيرة جدا من المصريين للأسف عندهم ارتفاع في الكوليسترول في الدم، وللأسف برضو انهم بيعتبروا ده عرض مش مرض. تقول لهم ايه وتنصحيهم ازاي انهم فعلا يقللوا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟ هي الفترة الأخيرة ان احنا كلنا لاحظنا ان نسبة الكوليسترول في الدم بقت منتشرة بصورة واسعة جدا بين حتى دلوقتي المراهقين واللي هو البالغين والكبار في السن. ده يعني بيرجع للحياه بتاعتنا، لايف ستايل. احنا دلوقتي بقينا بنكتر من اللي هي الوجبات السريعه، معتمدين عليها اكتر. صحيح. فيها نسبه كبيره جدا من الدهون، دي كلها بتترسب على جدران الشرايين، بتسبب لي الايه؟ المشاكل اللي هي تصلب الشرايين وامراض القلب والحاجات دي كلها. وبالجانب الاخر ان احنا بنهمل الجانب الايه؟ الحاجات اللي هي الخضار، الفاكهه، الحاجات اللي فيها فيتامينات وأملاح معدنيه، فيها الالياف الزائده اللي هي لها دور كبير جدا ان هي بتحد من ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، زي ما قلت لحضرتك الموجوده في التفاح والجزر والحاجات دي كلها. كما عندنا كمان حاجه مهمه جدا زي ما حضرتك قلت، الثوم والبصل والريحه والحاجات دي كلها. ايوه. يعني حاجه كمان غير الكوليسترول، ان الثوم والبصل بتقوي المناعه، ان عاليه جدا جدا في مستوى مضادات الاكسده، بجانب برضو ان هي بتخفض نسبه الكوليسترول في الدم عند الكبريت اللي موجود فيها، بيلعب دور كبير في الموضوع ده. كمان ان هي بمد الجسم احتياجات من الفيتامينات والاملاح المعدنيه. يعني احنا اللي بنعمل في نفسنا ده، ان احنا بنلجا للي هي الفاست فود او الجانك فود، الحاجات اللي هي المقليات والحاجات السريعه، وده كلنا بنلجا له في الفتره الاخيره، وبنهمل الغذاء الصحي، يعني الحاجات الطبيعيه اللي ربنا حتى انعم علينا بيها، وبنلجا للحاجات اللي هي ايه، عاليه في مستوى جدا من الدهون، والحاجات اللي هي داخل فيها بقى اللي هي المايونيز والحاجات اللي عاليه جدا في الحاجات دي. خصوصا ان انا عندي كمان الكوليسترول المصادر بتاعته، يعني صفار البيض غني جدا بالكوليسترول، الجمبري اللي هي الحاجات اللي هي القشطه، وعند حضرتك الدهن والحاجات دي كلها. ايوه. ده كله غني جدا في محتواه من الكوليسترول. صحيح. فهو ده بيبقى السبب الاساسي والاول، يعني في الايه؟ في ارتفاع نسبه الكوليسترول. بجانب في حاجه مهمه جدا، ان الرياضه لها دور مهم جدا 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 في خفض نسبه الكوليسترول في الدم. وبرده الحياه بتاعتنا بقت حياه خامله. بس توضيحا لفكره ارتفاع نسبه الكوليسترول يا دكتور، هو ده عرض لمرض ولا ده مرض؟ اقول لحضرتك حاجه، هو ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم هو الاساس لامراض ثانيه. أيوة. يعني ده الاساس عندي، لان زي ما قلت لحضرتك ان الكوليسترول بيعلى، الكوليسترول بيعلى بيترسب فين؟ على جدران الشرايين. يوم عن يوم عن يوم جدران الشرايين دي بتبقى سميكه، وبنلاقي مشاكل كتير نفسه بيقل. صحيح. فبدخل انا في مشاكل بقى في تصلب الشرايين وامراض في القلب، وبدخل في مشاكل كتيره جدا. فالنصيحه حتى في الامراض الموجوده حتى في الوقت الحالي كلها، انا لو قللت الاغذيه اللي عاليه في مستوى من الكوليسترول والحاجات دي كلها، هحمي مرضى الكبد، مرضى السكر،
وامراض القلب. يبقى انا دخلت في ايه؟ بعمل حمايه كامله، وبلجأ للخضار والفاكهه والحاجات الطبيعيه، بلجأ للرياضه. يبقى انا بحمي نفسي وبحمي اللي حواليا من ارتفاع الكوليسترول. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هدى الجزيري، أخصائية التغذية بالمعهد القومي للتغذية. وحقيقة أنت قلتي كلمة مهمة قوي، إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده. لما عندنا أكل طبيعي وعندنا خضار وعندنا فاكهة، صحيح الجانك فود والفاست فود والأكلات السريعة دي بيبقى ليها طعم ونكهة خاصة بيها، بس مش لازم تبقى كل يوم، مش لازم نعود أطفالنا عليها وبعد كده نرجع نقول هو إيه اللي جرى لهم. الكوليسترول زي السمنة زي الأنيميا من الحاجات اللي ما ينفعش أبدا نعتبرها مسلمات، حاجة كده موجودة ومعلش هتروح لوحدها، ما ينفعش. فعلا الكوليسترول بيؤدي إلى يعني مصائب فيما بعد. أنا مش بهول قوي، ولكن هو الموضوع فعلا يستحق الاهتمام.